السلام عليكم غزالات ديالي، كيعاملين لاباس عليكم؟ احوال طيبه، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير تمام صحه. كما كنقول لكم دائما، اليوم معكم فيديو جديد من بريمارك. بغيت نشارك معكم الجديد ديال بيجامات 2025 سخونين، وبداو على بركه الله. واول حاجه نبداو بها هما هاد الباطات هادو او البنوار اللي كيجيو هكا في الدار سخونين كما كتشوفوا، هما اللي جاوني فوجيين، نبداو بهم ان شاء الله. بالنسبه لهذا كما كتلاحظوا جا فيه الزواقه ديالو من نوع ليه هكا ماشى بحال الضفيره، كاينه فيه هاد اللوين هادي. بالنسبه لهذا راه هما عندهم جويبات من هنا، عندهم من هنا باش كتشدهم، وسخيخنين الصراحه فيهم هاد السيل هذا، وفيهم هاد السيل هذا في الكحيحل. كحل صراحه غزيولين، شوفوا الزواقه ديالهم شحال فنه، حتى هما من نوع عليهم. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 15 ديال البوند. كاينه هاد لو ستيل هذا اللي جا فحال هيدا، عنده من هنايا هاد الفوقاني هكا، عنده القبيب كما ما عندوش قبيب، عنده هادي كبيره هكا على هاد الشكل هكا. وبالنسبه للكميمه ديالو جاو فحال هيدا، عنده من هنايا جويبات. بالنسبه لهذا الستيل ديالو الصراحه جا سخيخين على الاخرين، و الستيل ديالو مبدل على الاخرين. بالنسبه للثمن هادو 20 ديال البوند. حاطين هاد الباطه هادي اللي جات هكا سخيخنا، شوفوا شوفوا شوفوا، هادي راه منطات لبسه فوق منك كايناش اللعب. المهم هادي راه هي بالقبيب ديالها البنات من هنايا، الثمن ديالها مناسب صراحه 12 ديال البوند. الشكيل ديالها انتما كتشوفوا فيها الديزاين ديال النجيمات هكا، جات في الغوز. كاينه هاد الستيل هذا اللي جات هكا سامبل من نوع ليها، يعني ما فيها حتى شي حاجه. بالنسبه لهادي حتى هي راه من هنايا مجموعه، عندها من هنايا جويبات، وحتى هي راه منطات لبسه فوق منك. بالنسبه لهادي حتى هي راه بالقبيب، الثمن ديال هادو والله ما عرفتو، جبرتو من لهيه وجبرتو من هنا، وتكاملين بيهم ما فيهمش تيك تا هو واحد بلاتي. الثمن ديالهم 12 ديال الباوند حتى هما. وبالنسبه للكحله اللي وريتكم راه ديجا كاينه حتى البيض ديالها، شوفوا البيض ديالها شحال غزال، شوفوا شحال فنه. بالنسبه للثمن حتى هي راه هي ب 15 ديال البوند، راه بجويبات، شوفوا جويبات فيهم هذا الشكيل هكا بالحرير، فنه بصراحه غزالين. كاينه هاد البيج اللي جات عاوتاني سخونه البنات، عندها من هنايا القبيب وسخونه سخونه بصح سخونه البنات، فنه. شوفوا الديزاين ديالها شحال جا غزيول، من نوع ليها الصراحه راه ما فيها حتى شي زواقه، ولكن اللبسه ديالها كتجي فنه. شوفوا عندها من هنا جويبات، السيل ديالها جا سخون مزيوان وطويله، شوفوا الطوله ديالها طويله، اللون ديالها جا رائع، شوفوا اللوين شحال غزال. شوفوا راه غير تصاوب راه يبان لكم راه سخون، حيت انا دابا كنقيس صور كتسخن لي يدي. بالنسبه لهذه الثمن ديالها البنات هو 22 البوند، كما كتشوفوا راه عندها هذه ديالها باش كتجي معها كل شيء. وندوزو البيجامات اللي كيكونوا مطويين اللي كاملين بينا كيعجبونا. بالنسبه لهاد البيجامات هادو البنات حاطين هاد الستيل هذا اللي جا بحال هكا بحال المبره، كيكون هكا جا الستيل ديالو بحال كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه لهذا كيكون من نوع ليه، يعني نفس الزواقه من نوع ليه، الثمن ديال هادو 11 ديال الباوند. كاينه فيهم هاد البلون كاسي هذا كما كتشوفوا، حتى هو هكا نفس ستيل، رجله ديالو مجموعين من هنايا، فيه زواقه من نوع اللي حتى هو هكا بالنجيمات في البلون كاسي. وكاينه هاد الزويقه اللي جات رائعه كما كتلاحظوا، جا الشكيل ديالها حتى هو مزيون، جات من هنايا بحال هيدا، لوين غزال في هاد القليبات هكا، ستيل ديالو كيجي بحال هكا في اللبسه، الثمن ديالهم 11 الباوند. وحتى هادو راه نفس الستيل، بلاتي نشوف لكم شي وحده مطويه باش تشوفوا الناس راه كيفتحوهم. المهم كتجي حتى هي بحال هكا من نوع ليها نفس الزواقه، يعني كلها مشرطه فيها الكري مع البيض. بالنسبه لهذه حتى هي 11 ديال الباوند. وبالنسبه لهذا لو ستيل هذا اللي كيجي بحال هكا، كيجي خفيف ونفس الوقت سخيخن كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا الشكل ديالو كيجي بحال هيدا، وبالكميمات الستيل ديالو هو هذا، الرجيلات ديالو كيجيو مجموعين من هنا من هنا، عنده بحال طريقات على بحال هكا بحال هاد القفيلات راه كيتفتحوا كلشي، يعني ماشي غير زواق، والستيل ديالو جا مزيون. بالنسبه للالوان كاينه هذا، كاينه هاد اللوين اللي جا بحال هيدا، اللوين ديالو غزال صراحه. كاينه هاد اللوين هذا اللي جا بلاتي نشوف لكم، راه هو كاينه لتحت كاع مره، المهم جا بحال هكا بلاتي، جا بحال هيدا ستيل ديالو، جا مشرط سريول ديالو بحال هكا، والفوقاني ديالو هيدا. حتى هاد اللوين راه هو ديالو ديجا يعني كاينه، المهم كيجي فيه هكا السروال بهاد لي كارو هكا، والفوقاني كيجي في البويبوت بحال هيدا. بلاتي نوريكم بحال هاد الشكل هكا، وهادو الثمن ديالهم 14 ديال الباوند.
وحتى بالنسبه لهذا الستيل هذا جا حتى هو من النوع اللي كيكونوا خفافين نفس الوقت سخونين بالنسبه للناس اللي ما كيستحملوش ديك السخونيه بزاف هكا في الحوايج في الدار. كاينين هذا الستيل هذا كاينه فيه هذا اللوين في الغوص. الستيل ديالو كيجي بحال هكا من نوع ليه الفوقاني سامبل سري والمشرط من نوع ليه بحال هيدا. وكاينه هذا اللوين هذا اللي كتشوفوا هنايا بحال هكا كيجي في اللبسه ديالو بحال هذا الشكل. وكاينه هاد الكري ديالو حتى هو راه من نفس النوع بالنسبه للثمن ديالو 11 ديال باوند. اما بالنسبه للسخونين فكاينه هاد التشكيلات هادو بالنسبه لهادو كيمشيو حتى هما السروال والفوقاني ديالو. بالنسبه للفوقاني راه هو فيه هاد الزواقه اما السروال جا سامبل اللي ما فيه حتى شي حاجه ولكن اللي مزيان ان الرجيلات ديالو هكا كيجيو مجموعين. بالنسبه لهذا الثمن ديالو 10 ديال باوند. كاينه هاد الستيل هذا اللي جا رائع البنات فنين هادو اول مره الصراحه نشوفهم هكا في بريمارك حاطينهم مطويين. راه هادو كيكونوا من ديك النوع اللي كيكون كل بياسه بوحديتها كتشريها. بلاتي راه كاينه مفتوحه نوريها لكم كيفاش كتجي. كتجي على هاد الشكل بحال هيدا على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا كيجي كميمات ديالها بحال هكا بحال مختلفين على الفوقاني ديالهم. ومن هنايا العنيق ديالهم كيجي بحال هكا عندها هاد التويشيه ديال الخياطه ديالها داز دايزه من هنا. بلاتي نبعد لكم باش تشوفوا كتجي التويشيه الخياطه ديالها دايزه من هنا من هنايا عندها هاد البلاصه هكا. والسروال ديالها جات هو سخون شوفوا الدخلاني ديالهم شحال سخونين فنين. جات من هنايا السروال ديالها بحال هيدا وتوبة غزال انا اللي عجبني التوب الرجيلات ديالها بحال هيدا. بالنسبه لهادي الثمن ديالها هو 12 ديال الباوند. وهنا كاينه تشكيل ديال 8 ديال الباوند اللي هما فنين البنات غزالين. كاينه هاد السيل هذا اللي جا بحال هيدا شوفوا شحال فنه هادي الديزاين ديالها جا منا وعليها يعني في السروال وفي الفوقاني هادي كتجي بحال هكا في اللبسه ديالها. بالنسبه لهادي كاينه بحال كاينه هكا كاينه اللي جات غير سامبل بحال هيدا ومكتوب فيها هنايا واحد شي حاجه ما باينه ليش. وكتجي السروال ديالها فيه الزواقه اللي هي كتجي بحال هيدا. بلاتي بلاتي السروال ديالها كيجي بحال هيدا فيه القليبات والفوقاني جا بحال هكا. بالنسبه لهادي حتى هي 8 ديال الباوند. كاينه حتى هادي اللي جات بحال هيدا حتى هي جات في هاد اللوين في هاد الغوص هكا جا اللوين ديالها مزيون بصراحه والشكل ديالها حتى هو جا مزيون. فيها الكتابه غير من هنا يعني سامبل والكتابه من هنا لا رجله سروال فيه النقيطات. بلاتي نشوفوا واش يبان لكم ولا لا حيت انا بان لي في التصويره ما عرفتش واش يبان لكم في التصويره. المهم السريول ديالها بحال هكا فيه النقيطات على هذا الشكل هكا عرفتي واش كيبان لكم في التصويره ولا لا. بالنسبه لهذه حتى هي 8 ديال الباوند. وهادو من ديك النوع سخونين 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 كيجيو هكا. هذه حتى هي من نوع ليها نفس الزواقه كما السروال كما الفوقاني الثمن ديالها 10 ديال الباوند. كاينه فيها هاد السيل هذا اللي كاينه الفوقاني ديالها جا مزوق من نوع ليها هكا بالقليبات كما كتلاحظوا هنا في التصويره. والسروال جا في السامبل الثمن ديال هذه حتى هي 10 ديال الباوند. هذه جات بيض في بيض كما كتلاحظوا كيجي السيل ديالها بحال هكا كما السروال كما الفوقاني ديالو كل بحال ماشى بالطفيره كما كتلاحظوا هنايا حتى هي رائعه شوفوا في البيض غزاله 10 ديال الباوند. اما هاد لو ستيل البنات راه هو شنقول لكم من ديك النوع اللي سخون مي كتكون شي بلاصه ولا شي دار بارده هادي اللي غتنفع. الفوقاني ديالها كيكون هكا سخيخن والسروال ديالها عادي يعني ماشي سخون كاع بزاف من ديك النوع اللي ماشي بحال بحال موبره فنيون الصراحه السريول ديالها. بالنسبه لهادي حاطين فيها هاد الديزاين هكا عندها من هنايا هاد السيري بحال هاد الستيل. والفوقاني ديالها شوفوا كيجي مستيل يا البنات واخا بيجامه راه هما دايرينها بالستيل واعر. المهم تقدر تلبسها هادي لبرا علاش لا. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 12 ديال الباوند. والناس اللي ما كيستحملوش السخونيه بزاف بالنسبه لهادو راه ممكن انكم تلبسوهم. راه حاطين هاد الديزاين هذا اللي كيمشي هكا السروال والفوقاني ديالو ب 14 ديال الباوند ومن نوع ليه الزواقه كما كتلاحظوا. كاينين هاد الشكل هكا كاينه هاد الديزاين هذا راه هو حتى هو بحال بحال كيكونوا هكا خفافين ونفس الوقت راه ماشي كاع باردين يعني هادو كيتلبسوا هكا في فصل الربيع تلبسوا دابا بالنسبه للديور السخونين. كاينه هادي عاوتاني اللي جات بحال هكا حتى هي نفس ستيل و الديزاين ديالها مبدل بحال هكا في الغوز. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 14 ديال الباوند.
والناس اللي كيقلبوا على هاد لو ستيل حتى هو يكون هكا في الشتوى، راه كاينه هاد ستيل هذا اللي حاطين فيه هاد ديزاين كما كتلاحظوا هنايا. راه شوفوا الثوبهم، انا كنحاول نقرب لكم الثوب، راه ماشي من ديك النوع اللي باردين، هادو راه كيكونوا سخنين. بالنسبه لهادي من نوع ليها السروال كما كتشوفوا، السروال ديالها كيجي على هاد الديزاين هذا، والفوقاني كيجي بالقفيلات هكا بهاد لو ستيل. بالنسبه للثمن 12 الباوند الفوقاني و 12 الباوند السروال. اما هادو ديال الحرير راه حاطين هاد لو ديزاين هادو، حاطين فيهم هاد اللوينات كما كتشوفوا، سامبل سامبل كما كتلاحظوا، ولكن دائما سامبل كيبقى هو الحاجه الافضل. عندها من هنا الجويبات كتمشي كامله ب 22 الباوند، فيها هاد اللوين اللي جا في الكري، اللي جا في البلو مارين كما كتشوفوا، وكاينه الكحيحل. بالنسبه للكحيحل جا الديزاين ديالها مبدل شي شويه، نحاول انني نجبدها لكم باش تشوفوها. جا لو ستيل ديالها على هاد الشكل هذا، بالنسبه لهادي كما كتشوفوا جات بحال هكا، حتى هي بالسريول وجات خفيفه. الثمن ديال هادي 20 ديال الباوند، وهادي 22 ديال الباوند. وحتى اللي كيعجبهم بالشراطي راه هما حاطينهم هكا بالشريطات، حتى هي كتمشي بسرواله والفوقاني، حتى هي الثمن ديالها 20 ديال الباوند. اما هادي اللي حتى هي هكا بالسيل ديال فيكتوريا سيكريت، حتى هي راه حاطينها هنايا كما كتشوفوا، اللوين ديالها غزي، والثمن ديالها حتى هي 20 ديال الباوند، كتمشي دو بياس. بالنسبه لهاد البيجامه هادي اللي كتشوفوا هنايا، راه هي كتمشي سخونه البنات، شوفوا بحال شي فوطه سخونه 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 بزاف. هادي كتمشي كل بياسه بوحديتها، الفوقاني الكول ديالها جا على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا، راه هي غير سامبل. السريول ديالها جا من هنايا، عنده هكا جويبات، الستيل ديالها الصراحه يجي مزيون في البيسه ديالها. ثمن السروال 12 ديال الباوند، والثمن الفوقاني 10 ديال الباوند. بالنسبه للون كنظن راه هو باين لكم، ماشي واحد الغوز موف، المهم. وحتى هاد لو ستيل هذا حاطين هاد الشكل، راه بحال وريتكم هذيك اللي مطويه اللي الثمن ديالها مناسب، راه بحالها، غير هي هذه زايدين لها في السروال هاد الجيام هادو اللي هتشوفوهم هنايا. بالنسبه لهادي حتى هي كما كتشوفوا راه هي غير سامبل هكا، وسرواله جا واسع، شوفوا عاوتاني السروال مسخ، سرواله جا كامل واسع، يعني هو دوسوعيه وحده. بالنسبه لهادي الثمن الفوقاني 10 الباوند، ثمن السروال 12 ديال الباوند. حاطين هاد لو ستيل اللي كيجيو هكا، ممكن انك تلبسهم تحت الحوايج، ممكن انك تلبسهم هكا غير في الدار، دير فوق منك باطا اللي كيمشيو هكا. شوفوا شوفوا السروال هذا راه كيتيره مزيان البنات، كيتيره مزيان. بالنسبه لهادو كما كتشوفوا عنده من هنايا الريضة، والسروال كيمشي، يعني شوفوا شوفوا راه كيتجبدوا بزاف. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 14 الباوند دو بياس. اما بالنسبه لو ستيل ديال البانتو في طربيه الحال، نقرب لكم شنو كاينه في الجديد. حاطين هاد لو ستيل هذا اللي جا الصراحه غزي، وشوفوا شوفوا شوفوا العلاوه ديالو شحال العاليين من هنايا، والستيل ديالهم جا عنده هاد الخويط هذا، ما عرفتش هذا واش شوفوا كدير له هكا باش كترجعوا اللور، باش كيجمع لك رجلك من اللور. المهم هذه ممكن انك تخرج بها الصراحه. بالنسبه لهذه الثمن ديالها 12 الباوند، فيها هذا البلون كاسي، فيها هذا اللون، وفيها الكحل، وصافي صافي كاينه الكري ما كايناش. كاينه هذا لو ستيل هكا اللي جاته هو عالي بحال هيدا، وجا كامل داير بهذا الصوف كما كتلاحظوه من هنايا. بالنسبه لهذه كاينه فيها هذا اللوين البيج، كاينه فيها الكري اللي مفتوح، كاينه فيها هذا اللون مغلوق، وكاينه الكحيحه ديالها. بالنسبه للثمن هذه 9 ديال الباوند. وحتى هاد لو ستيل اللي دارج على الموضه دابا بزاف، كاينه هاد الستيل هذا كما هاد اللوين هذا كما كتلاحظوه، عنده من هنايا هاد السميطه اللي كتجمع من اللور كما كتلاحظوها من هنايا، وهذه حتى هي نفسها، وهي في لا ماشي نفسها، هذه ما كتجمعش، هذه ما كتجبدش من هنايا. هذه عندها من هنايا هاد هذا، وهذه ما عندهاش. المهم هذا الستيل بوحدو، هذه ماشي لا مارك ديال بريمارك، مارك ديال واحد ديزاينر اولا واحد المغنيه والله ما نعرف، ويعني كتحط الديزاين ديالها في البريمارك، وهذه لا مارك ديال بريمارك. بالنسبه لهذه جات شوفوا شوفوا الشكل ديالها كيجي كبير، المهم كيجي السيل ديالها واسع. شوفوا كاينه فيها هكا هذه اللي مصوفه. بالنسبه للثمن 12 ديال الباوند، هذه 10 ديال الباوند، وهذه 12 ديال الباوند. هاد الشكيلات صراحه رائعين. اما بالنسبه لهاد لو ستيل اللي دابا صافي، يعني كلشي ولا كيلبسو وتعود عليه،
انا باقا ما لبستها نهار. بالنسبه لهذه 10 ديال البوند حاطين فيها الكحل وجات رائعه صراحه مزونه. كاينه حتى هذه اللي جات مصوفه من الداخل، شوفوا الصويفه ديالها شحال فنه، وشوفوها من هنا شحال غزاله فنه. بالنسبه لهذه الثمن ديالها 12 ديال البوند. كاينه فيها حتى هاد لو ستيل مبدل، هذه راه هي كيف ما كتلاحظوها مصوفه، هذه من هنايا الصوفه ديالها مختلفه عليها. جات الديزاين ديالها كم يعني سامبل. بالنسبه لهذه الثمن ديالها 9 ديال البوند. فيها هاد اللون هذا وفيها هاد الكري اللي جا مغلوق غادي الكحل كما كتلاحظوا. كاين حتى هاد الشكيل هذا اللي كيجي بحال هكا، فيه هاد جوج خويطات بحال هكا. بالنسبه لهادو فيهم هاد اللوين اللي جا هكا في هاد بحال هكا، يعني كل مصوفه ومن هنا القاع ديالها شوفوا شحال غزال. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 10 ديال 9 ديال البوند. وكاينه هاد الديزاين هذا اللي جا كله مصوف، شوفوا من هنا من القاع ومن هنايا، وحتى هو راه هو عنده جوج ديال السميطات، بلاتي ندخل لكم يدي باش تشوفوا، عنده جوج ديال السميطات بحال هكا كتجي الرجيل ديالها بحال الدب. بالنسبه لهذه كاينه فيها الكحل، فيها هاد الحمامار، وفيها هاد الكري، وفيها هاد الشويبي اللي جا غزيول حتى هو، هادو اللوينات. وكاينه فيها هاد اللوين هذا، وفيها هاد اللوين هذا. بالنسبة لهادو الثمن ديالو مال البنات هو 8 ديال البوند. الناس اللي كيعجبوهم الديزاينات ديال ديزني راهم حاطين عاوتاني لو ستيل ديالهم، حاطين هاد الشكل هذا اللي كيجي كما كتلاحظوها في الصورة على هاد الشكل. بالنسبة لهادي سريول ديالها كيجي سامبل، كاينة هاد لو ستيل هادي اللي كتجي فوق من فيها ميني، وفيها سريول ديالها اللي كيجي بحال منمر هكا. كاينة هادي اللي فيها هيرو كيتي، سروال ديالها كيجي على هاد الشكل كما كتلاحظوها هنايا بحال هكا، وهو هيلو كيتي من هنايا. بالنسبه لهادو كاينه فيهم عاوتاني حتى هاد لو ستيل اللي كيجي بحال هكا. وبالنسبه لهادو الثمن ديالهم البنات 13 ديال البوند. وكاينه هادي ديال ستيتش اللي كتشوفوا هنايا، بالنسبه لهادي كاينه سروال وكاينه الفوقاني. بالنسبه للسروال كيجي بحال ليغينز هكا كتلبسو بحال هكا، سروال ب 10 ديال البوند، الفوقاني ب 16 ديال البوند اللي كيجي سخون بحال هيدا، وكيجي من هنايا على هاد الشكل، وعندو من هنايا القفيلات و اوفر سايز. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 16 ديال البوند. وحتى بالنسبه لهاد الشكل اللي خفيف ماشي سخون بزاف، كاينه هاد لو ستيل ديال ديزني حتى هما حاطين هادي اللي كتجي الشكل ديالها بحال هكا كما كتلاحظوها. وكاينه هادي اللي حتى هي كلهم مفتوحين هادو كتجي بحال هكا. المهم فيها هاد الديزاين بلاتي نشوف، ما عرفتش ما كايناش فين نوريها لكم. المهم الديزاين ديالها حتى هي مزونه. كاينه هاد لو ستيل هادو اللي كيجيو بحال هكا بحال هكا فنين في البيض والكري. وكاينه هادي اللي جات في الكحل والبيض، حتى هي الديزاين ديالها كيجي بحال هكا. وهادي بالنسبه لهادي اللوين ديالها جا بحال هادي بلاتي بحال هكا. هادي السرواله كيجي بحال واسع وسوعيه مضوبله كما كتلاحظوها هنايا، راه تكون باينه لكم في الصوره، ومن هنايا حتى هي بالقفيلات. بالنسبه لهادو البنات كاملين اللي وريتكم الثمن ديالهم هو 18 البوند. هادو وهادو الثمن ديالهم 15 البوند. كاينه فيهم كما شفتوا هادو حتى هما، وكاينه هاد الشكل شوفوا شحال فنيونه، هادي كتجي بحال هكا اللوين ديالها غزيول، وهادي في الكري كتجي غزاله حتى هي. المهم هادو اللي كاينين ديال ديزني. وتال هنا كنظن انني نكون ساليت معكم هذا الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه، عجبتكم شي حاجه، قربتكم شويه من بيجامات ديال 2025. الى هنا كنقول لكم باي باي عليكم، ما تنساوش تدعموني في القناه، تشاركوا اللي باقي ما يشارك في القناه واول مره يشوفها باش دائما يوصلوا الجديد ديالي. كنبغيكم بزاف، باي باي عليكم.